هذا الرجل يعيش في الغابة ويصنع أحد أغرب الفؤوس التي يمكنك تصورها، ويكون الفأس برؤوس متعددة، وحتى القبضة تكون ثنائية وأخرى ثلاثية، وفي بعض الأحيان تكون خطيرة للغاية، وأحيانا أخرى لا تنفع إطلاقا مثل هذه الفأس التي تربط في الرأس، وأخرى تستعمل بالرجل. والغريب في الأمر أن كل الفؤوس التي يصنعها تعمل بشكل جيد وهي حادة للغاية. وزيادة على هذا كله، فهو يعيش في بيت يبدو كالبيوت التي يمكن رؤيتها في القصص المصورة. هل تريد تجربة بعض هذه الفؤوس؟ هذا ما سيحدث عندما ترمي الطعام من منصة النفط. هذه تقنية يابانية في العمل على الخشب وتسمى ساشيمونو، وهي لا تتطلب مسامير أو براغي ولا أي مواد لاصقة، ويتم تجميع وتركيب الخشب باستعمال أشكال مكملة لبعضها البعض عند نهاية الأطراف الخشبية. وهذه التقنية قديمة جدا في اليابان واستعملت في بناء المنازل. ومن فوائد هذه التقنية أيضا هو سهولة تركيب وتفكيك هذه الأطراف الخشبية وحتى تغيير تصميمها مع ما يناسب متطلبات العمل. ما رأيك في هذه التقنية؟ حظي هذا البطريق بمشاهدين كثر عندما كان يمشي على هذا المنزلق ومتوجها إلى الماء، وعند اقترابه من النهاية قلل من سرعته في المشي ليكون أكثر حذرا وحتى لا يسقط، ولكن ولسوء حظه أخجل نفسه أمام الجميع. لاعب التنس ذو القميص الأحمر فاز بهذه النقطة، وذلك بعد قيامه بأحد أروع الحركات مما جعل خصمه يبدو كالهاوي في هذه اللعبة. وتعابير خصمه تقول كل شيء. بدأ هذا الجدار في الوقوع على الأطفال أثناء تدربهم عليه، ولحسن حظهم لهذا المدرب ردات فعل سريعة. هذا الرجل من إفريقيا، وعندما سافر لكندا كانت هذه أول مرة يرى فيها الثلج، وكان فرحا للغاية بهذا. I'm so so happy to see the snow my first time. This is the real snow. It looks beautiful. It's so white. Oh, nice to meet you.